وأكيد لمشاريع الهاند ميد في حصة ضمن صباحنا مشاريع الصبايا والسيدات. واليوم معنا مشروع لسيدة بإعادة التدوير، هي مدربة بإعادة التدوير كثير من الأمور أو الأشياء الموجودة عندنا من البيت القديمة. نحن قادرين نرجع نخلق منها شكل جديد بأفكار جديدة وإبداعات جديدة. أدي حلو هيك يا رشا؟ قدي حلوة هاي الفكرة هاي، وخاصة بالظروف يعني الحالية، يعني اليوم قديش في ناس راحت لإعادة تدوير القطع اللي عندها، في توفير يمكن أكثر بحاجة اليوم لحتى نوفر شوي بالمصروف أكيد يعني. ولكن اليوم نحن عم نحكي عن مشروع يعني خلينا نقول باب رزق لمعظم أصحابه، وعم بيعلموا وعم يشتغلوا وعم بيبيعوا وعم بيكون يعني أمورهم خلينا نقول ماشي الحال. اليوم نحن ما عم نحكي بس على قطع، نحن عم نحكي اليوم عن مشروع اقتصادي صغير. رح نروح مع ضيفتنا لنتعرف عليه أكثر، نعرف شو مرحلة العمل وهل هو اليوم قادرة من خلاله أنها تعيش. هدول معلومات وغيرهم حتعرفنا عليهم ضيفتنا لليوم، وهي السيدة هالة المصط، وحضرتها مدربة في إعادة التدوير. ساعة صباحك ست هالة، كيفك؟ صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك. هلا باللقاء الماضي تعرفنا عنك أكثر وخبرتينا عن الإكسسوارات والشي اللي عم تشتغليه، اليوم عم نشوف كمان في شي مختلف. اليوم عم تصنعي قطعة من خلال الأقمشة، شو محضرتينا اليوم خبرينا؟ هلا خلال مثلا حياتنا اليومية يمكن كتير ألبسة مثلا تتمزق شقفة منا أو تتبقع مثلا ممكن نستفيد، فنحن أحسن ما نرميها، تنهدر القماشة، بتكون أحيانا نوعيتها منيحة ممكن نستفيد منها، أو مثلا قطعة مثلا ملينا منها حبينا نعملها بشكل جديد ممكن نستفيد منه، فممكن نحولها لقطعة نحطها في البيت نضيف فيها شخصيتنا أو نشارك فيها بمعارض، أو ممكن بالمستقبل تصير مصدر رزق لأنه يعني نستفيد منه. ونحن بالمراكز التربوية كتير من دقيق على موضوع إعادة التدوير والاستفادة من الأشياء الموجودة عندنا بالبيت أو بالبدرسة، خاصة بهذا الوقت يمكن ما؟ خاصة أنه أي شيء بدك تشتري قماش، إكسسوارات، ألوان، صار شوي مكلف يعني، فنحاول نستفيد من الأشياء اللي عندنا ونكملها بقى. صار كتير مكلف ست هالة. خلينا نروح حكي معك ضمن القطع اللي جايبتيهن حضرتك اليوم ونستعرضهن. يعني اليوم عم نشوف حضرتك اشتغلي قماش. هلا هون قماش ممكن احنا نطبق اول شيء من نعمل التصميم على الورق مشان نعرف كيف نمشي خطوتنا بتكون ضابطه، فنقطع مهم مثل ست اجدادنا جداتنا كانوا يعملوا هالاشياء القديمه وتراثنا، انه مثل قماش يضبطوا مربعات بنركبهم مع بعض وبعدين بنثبتهم على الخلفيه بالوان متناسقه وضابطه. هي ممكن نحطها مثلا قطعه على طاوله او على مثلا تليفون قطع طاولات او شيء او هيك. اوكي، وهدول كمان هي مثلا هون بيختلف، هون تكوين انا مثلا بصمم تكوين واحد بمخيلته بعدين بقص الوان قماش متناسق الوانه بيعمل منه تكوين لوحه كمان بتحولها لوحه ممكن يعني نشدها نصمدها كلوحه او نحطها. كيف ممكن نستفيد منها كمان على الطاولات او كيف ممكن نستفيد من هدول الاساس؟ كيف ممكن نستفيد منهم هدول؟ هلا ممكن نحطهم مثلا مثل ما قلنا غطا طاوله، او نحطهم مثلا على الكنبه او نحولها للوحه او نحولها لشنطه اذا انا اشتغلتها، ممكن بعدين ادرزها كقماشه وحتى لركب لها ايد و... كثير شنطه شغل ايدي بتكون حلوه مثلا. هاي القطعة كبيرة مسكي هاي دي هاي بقى هي بقى مثل غطا طاولة بقى نظامي هاي غطا طاولة حلوة ألوانها يعني هون أشكال هندسية حاولت دخل مربعات وأشكال هندسية حلوة يعني هاي القطعة دي بتاخد معك وقت ستها هلا هي بدها وقت منيح فأنا بحاول دائما كل وقت فراغي اشتغل وارجع مثلا كل ما أحاول إنه لاقي شوية وقت كل فترة اشتغل فيها فأخذت معي يعني يعني شي شهر تقريبا كأنك مشاركة بمعرض فيها ايه شاركنا بمعرض فيها على القطعة ابرة وخيط وخلايا نحل كمان في هدول الشموع كمان خلينا نحكي عنهم كمان قد ايه بدك وقت لحتى تعمليهم قد ايه ممكن كمان نحن نستفيد منهم هلا الشموع ممكن نشتري هذا الشمع الابيض العادي او اذا نحن استعملنا الشمع البقايا بناخذها بنجمعها في لهم روايح معينه هلا انا يعني هون ما حطيت لنا روايح بس تقدري انت تضيفي اذا هدول اصنصات الروايح بعد ما ندوب الشمع بنحطه معه فنحن بندوب الشمع وبنجيب قالب نحن ممكن نستفيد بالعلب البلاستيك اللي عندنا اياها او كاسه المي البلاستيك كقالب
ونصب نحط الاشياء اللي نحطها بقلبها لنحطت هون صدف صدف وحجر من شاطئ البحر. قد ايه ممكن تضل هي شغاله؟ ممكن وقت طويل بدي لانه هي رح تدوب بالنص وترجع بعدين بس تطفيها بترجع بتجبد الشمع. وبعدين انا عم دوب هون حطيت لها شوي لون من الالوان الباستيل قطعه صغيره اذا بدنا نلونه. هون حطيت ورد ورد مجفف قطع ورد مجفف. عم نحكي على قطعة شمع تاني حتى اليوم في حصة إله فكرته. خلينا نحكي عن هي القطعة يعني اليوم الهدف من إعادة تدويرها يعني. هلا هون صحن قديم فأنا حبيت إنه أحسن ما أرميه أو حتى أو حالي شكله إنه ممكن أنا عندي ألوان تيب مثلا هدول أو ألوان توليب بيسموها برسم رسمة مثلا ممكن أي رسمة أنا أختارها بعدين بنلونها بالوان الزجاج واذا ما عندي الوان زجاج ممكن انا الوان الاكريليك او الوان المائي مثلا اعمل طبقه وثبتها بلكر طبقه لكر مشان وقت الغسل ما تروح. يعني هلا هدول كمان الجزادين بعمل لهم اعاده تدوير. هدول كيف كانوا مثلا؟ هلا هي قماش كانت قماش ساده فانا حاولت استفدت من اكسسوارات شنطه قديمه كمان اكسسوارات شنطتي اذا نرمي اي شنطه تمزقت او انتزعت ممكن ناخذ الاكسسوارات قبل ما نكبها يعني فنرجع نعملها مثلا نصمم نحن قماشه نقطبها على ايدنا او عند اماكن الخياطه ونركب الاكسسوارات عليها بتطلع قطعه حلوه ممكن نستفيد منها وتخدمنا بحياتنا اليومية. طيب ست هلا اليوم دائما المشاريع الصغيرة اللي بتحتاج لنزلي على السوق وانك تشتري مواد أولية وتسوقي وإلى آخره يمكن تكون مكلفة على صاحب المشروع يعني وهذا الشيء عم يخليه انه يزيد بعض الأسعار. اليوم نحن عم نحكي عن مواد أولية متوفرة بالبيت خلينا من خلال حضرتك هيك نشجع على هذا المشروع الجميل لكن للناس اليوم في صعوبات ضمن هي هذا العمل أو لا؟ لا هو ممكن واحد اي شيء مثلا بيشوفه مثلا ببيته مثلا قبل ما يرمي بيحاول انه هيك يفكر فكره يحاول يلاقي له فكره يجمعهم مثلا اذا ما مثلا بينت معه الفكره فورا ممكن يجمعهم بقرنه بالبيت مثلا مخفيه وطالع مثلا بس خطط على باله اي فكره طالع يحاول يستفيد منهم كقماش كاكسسوارات كشمع ورق مثلا الخيطان اي شيء ممكن كل شيء بتوفر خلينا نقول يعني ما في فهذا اكيد اناني البلاستيك ممكن نزينها اناني المي مثلا ومنشوفها كثير حتى بقلبها ورد حتى بحطوا بقلبها ماده بتجيب ما بقى شو بالصين اسمها كتثبيت حضرتك هذا الاسمنت او الماده البيضاء الجبصين جبصي تمام. وحضرتك مدربة إعادة تدوير بتدربي اليوم بهذا المجال شاركتي بمعارض شاركتي أو كنتي متواجدة بمراكز معينة خبرينا تفاصيل أكثر عنها. أنا بدرس مراكز تربوية الفنون التشكيلية بدمشق التابعة لوزارة التربية فنحن عنا طلاب كتير بيجونا على المركز نحن بنعتمد كتير على تدريب الطلاب على إعادة تدوير وبالإضافة للرسم والنحت والموسيقى وحتى إعادة تدوير بطي الورق الأورغامي فدائما بيجوا على طلاب نحاول ندربهم إعادة تدوير القماش وهذا ففكرتنا الرئيسية بتعتمد على هذا الشيء بالإضافة للرسم فمحاول دائما نعلمهم كيف يستفيدوا من الاشياء وما يرموها ويحسوا بقيمتها ويحولوا الاشياء جميله ممكن يستفيدوا منها ببيتهم او بحياتهم او يشاركوا فيها بمعارض او لوحات ازرار مثلا كمان ممكن نضيفها اللوحات الخرز عم شوف كثير قصص يعني مشغوله بالازرار يعني مشكلين لوحه كامله من ازرار ملونه عاملين هيكل وجهها وهيكل ورده وعاملين تشكيل من ازرار اليوم هل الاطفال لهم دور بهذا التدريب ست هاله اكيد لانه هو هيك بياثر على شخصيته بيعلمه كيف يصبر بيعلمه كيف يشغل مخه باشياء مفيده يحول الاشياء لاشياء ممكن يستفيد منها بتنمي له شخصيته بتعلمه على التعاون بتعلمه على اداره المشاريع تمام يعني يمكن وصلنا بزمان المفروض يكون عند كل سيدة أو صبية مشروع تقدر تبلش من خلاله ولكن إذا عم نحكي عن إعادة التدوير وكل صبية حابة أنه تبلش بهيك مشروع شو هي النصائح اللي ممكن تخبريها؟ هلا اهم شيء انه تحدد مثلا انه هي انه تحاول تلاقي وقت خاصه ربات البيت يعني في عنده شويه وقت احيانا تحاول توفر شويه وقت مع انه مشاغل حياتي كثيره فبنحاول نلاقي وقت مثلا نستفيد منه ونحاول نلاقي افكار نتابع شوي على البرامج الميديا مثلا ممكن تستفيد من الافكار كمان وتحولها لواقع مثلا وتستفيد منه وأفكار جديدة
ممكن توظفها بالبيت او تحولها مثلا مهنه ممكن تستفيد منها. طيب ست هلا هيك نروح اخيرا لموضوع التسويق اليوم، هل عم تعتمدي بس على المعارض او المعارف او لا عم تشتغلي سوشيال ميديا، عم تنزلي شو عم تشتغلي، عم تشجعي على هذا البرنامج؟ هلا اكيد بعتمد اول شيء انا كطلاب مثلا نعلمهم هالشغلات هي، وكتسويق بنعتمد نعمل مثل صفحه بنزل اعمالنا فيها على الفيس او على المواقع موقع معين مثلا اذا في اعاده تسويق او فيه تسويق الموقع، ورفقاتنا مثلا بنخبر بشوف اعمالنا اذا حبوا بياخذوا فكره. عندك صفحه لشغلك خاصه فيكي؟ هلا حاليا لسه ما عملت انه بس بنزل على صفحه الفيسبوك لانه يمكن اليوم التسويق اليوم مهم من خلال التسويق مهم كثير. التسويق يعني السوشيال ميديا صار يعني صرنا نحن نشتري القطع على النت واخر شيء كثير عم بيلعب دور كثير كبير التسويق مفيد كثير وبيختصر الوقت اكيد. ست هلا نحن بنتمنى لك التوفيق بهذا المشروع الجميل لحضرتك ولكل السيدات اللي بلشوا هيك مشروعا بمجهودهم الخاص وبامكانيات جدا قليله. شكرا لك ست هلا واهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا فيكي.